الكويت من أوائل الدول اللي قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني، لأن ترى أن لا يمكن الانفصال عن أخو يعاني من احتلال. لو ابتعدت عن هذا المكان بضعة كيلومترات قليلة أو بضعة مئات الأمتار القليلة، ستجدي أن هناك مواجهات ما بين هذا الفلسطيني وبين المحتل، هذا المحتل الجاثم على صدر هذا الفلسطيني. وهذا بخلاف ما يصدر لنا من الإعلام. أنا أشوف ناس، يعني إحنا عزمنا أخ صديق في قهوة، قعدنا لي ساعة 12، الناس مليانة في القهوة وقاعدين، وكل خمس دقائق أشوف عيد ميلاد. عزيزي، أنا أتصور أن كل من يقول اللي زور فلسطين أو الدولة الفلسطينية حاليا يطبع مع الكيان الصهيوني، أعتقد أنه هو صهيوني. فبالتالي العالم كله لها عن هني، أنت راح تخلي هذا الشعب ينفرد فيه المحتل، بينما العالم كله قاعد يعترف.